والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم. ما زلنا نواصل شرح منظومة الكنز في الجبل. في الدرس الماضي انتهينا إلى أن شرحنا يعني موسم استخراج الكنوز ذو ريح ومطاري. وقال سمعت طقطقة بباب منزلي، سمع يعني طاقة بباب منزله، ثم قال إذا بالمظفر وابنه المكشر. لماذا سماهم بالمظفر والمكشر؟ يعني هذه الأسماء وضعها يعني طبقا لطبيعة الأشخاص. المظفر دائما هذا النوع من الأشخاص، يعني دائما لا بد أن يظفر بك، يعني لا بد من مصلحة، أن تكون له مصلحة فيك قبل أن تكون لك مصلحة فيه. تكون دائما يحب مصلحته أن تكون أولى، دائما يحب أن يكون هو الرابح، أن تكون يعني أن تكون أمور دائما تجري، أي شيء يجري لمصلحته. دائما يحب أن يكون هو الصادق في كل شيء. المظفر وابنه المكشر، إذا بالمظفر وابنه المكشر. هنا يعني المكشر يعني أي شخص على هذا الطبع، فلا بد أن يربي ابنه على هذه الخلق. عندما جاء مع ابنه لأمر مثل هذه الأمور، يعني الأمور السرية والتي فيها الكتمان وغير ذلك والأخطار، لا بد أن يكون ابنه فاطن ومكشر، يعني كالنمر. يعني لا بد أن يكون ابنه يشبه أباه في الذكاء، يعني وغير ذلك من أساليب الاحتيال. فإذا بالمظفر وابنه المكشر، يعني ابن المكشري، أدخلتهم منزلي وقدمت الطمري. أدخلتهم منزلي وقدمت الطمري، هذا على عادة أهل الريف. الشخص يحكي على أنه من الريف، يعني عندما قدم التمر، فالتمر هي يعني تعني أنه أكرمهم. إذا عندنا مثلا مغربي يقول هل تريد أن أقدمك التمر وأن أستقبلك بالتمر والحليب؟ يعني الاستقبال بالتمر والحليب فهي تكريم، تكريم يعني بالغ للشخص، تكريم بالغ. استقبال بالتمر والحليب تكريم بالغ للشخص. أدخلته منزلي وقدمت التمر. ثم قال المظفر جئتك بالخبر. يعني عندما جلسوا قال له المظفر جئتك ببعض الأخبار، دون أن يقوم بجلوس مدة طويلة في الكلام، أن يختصره، دون أن يقوم هناك شخص يأتي مثلا يقول لك خبر ويجلس معك ساعات حتى يعني يريد الخروج من المنزل، ثم يقول لك إني جئت لكي أستلف منك أموال أو أقايض منك أموال أو جئتك لأطلب منك شيء. ولكن الشخص دخل في الموضوع مباشرة. عندما جلسوا قال جئتك بالخبر، قال بالمختصر جئتك بخبر، يعني الكنز في الجبل. جئتك بالخبر، قال بالمختصر جئتك بالخبر الكنز في الجبل. يعني الأمر هنا يتعلق بكنز في جبل ما. في الدرس المقبل سنرى إن شاء الله يعني رحلة السفر من منزل يعني الشخص الندم إلى الجبل لاستخراج الكنز. وإلى حلقة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم.